نشرة الثانية عشرة ظهرا من أونلايف مشاهدينا، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. يتواصل في العاصمة البريطانية لندن فعاليات المؤتمر الدولي حول الصومال الذي يترأس فيه وفد مصر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المنظمة الدولية تسعى إلى جمع 900 مليون دولار إضافية هذا العام للصومال، وتتناول أجندة المؤتمر عددا من المحاور في مقدمتها بحث لسبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلا عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود. وفي سياق الدعم المصري للأشقاء الصوماليين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة للصومال التي تواجه موجة عنيفة من الجفاف. وقامت هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر المصري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتجهيز كميات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية ونقلها بطائرات المجهود الجوي إلى دولة الصومال. شهد وزير الدفاع الفريق أول صدق صبح واحدة من أكبر المناورات بذخيرة الحية بالمنطقة الغربية تحت اسم رعد 27 في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية. وقد تضمن البيان استخداما لأحدث وسائل استطلاع المدفعية لتأكيد القدرة على التعامل مع الأهداف المعادية في العمق ولتغطية مساحات كبيرة في زمن محدد. هذا وقد أشاد وزير الدفاع بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وما قدمته من مستوى راق في الأعداد والتدريب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة للأسلحة والمعدات كافة. يشارك رئيس مجلس النواب علي عبد العال في اجتماع المكتب التنفيذي للجمعيات البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط والمقرر عقده في روما. هذا وقد غادر عبد العال على رأس وفد من مجلس النواب للمشاركة في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 13 بالجمعيات البرلمانية للاتحاد والتي ستعقد يومي 12 و13 من مايو الجاري. ومن المقرر أن تناقش القمة التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية. يشارك اليوم وفد شعبي مصري يضم شخصيات سياسية وإعلامية في مهرجان مؤسسة الأهرام الثقافي بالوطن العربي الذي يعقد في مدينة بنغازي الليبية. ويشمل برنامج هذا المهرجان الذي يبدأ خلال ساعات افتتاح أكبر معرض للكتاب يضم نحو 3000 مؤلفه الأحدث في المكتبة المصرية والعربية ومثيلاتها من ليبيا، إلى جانب معرض مشترك هو الأول من نوعه. كما يشمل برنامج المهرجان حوارا موسعا حول التحديات التي تواجه المنطقة وتأثير هذه التحديات على العالم، بالإضافة إلى حلقة نقاشية عن حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب والتطرف. وقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الغانية مذكرة تفاهم بإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة شكري إلى غانا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية المشتركة. وأشاد شكري خلال هذا اللقاء بنجاح التجربة الديمقراطية في غانا وهو ما عكسته الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، مقدما التهنئة لنظيرته الغانية على توليها مهام منصبها مؤخرا. ومن جانبها هنأت وزيرة خارجية غانا مصر بمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية، مؤكدة على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمنتجع سوتشي نظيره الفلسطيني محمود عباس. من المنتظر أن يبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون الثنائي فيما بينهما ومسألة المصالحة الفلسطينية إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب. وسوف يتناول الطرفان نتائج لقاء عباس مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. يواصل أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم 25 على التوالي،
وسط تدهور خطير على صحة كثير منهم وتصعيد الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تتعمد سلطات الاحتلال القيام بعدد من الاقتحامات الممنهجة وكذلك تنتهج سياسة نقل الأسرى بشكل مستمر بهدف إنهاك المضربين. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على مدينة الطبقة بالكامل وطرد مقاتلي داعش منها. بدأت القوات بتمشيط الحي الأول وأجزاء من الحي الثاني وسد الفرات الاستراتيجي بالتزامن مع الهدوء الحذر الذي يسود المدينة، حيث تجري عمليات تمشيط للتأكد من خلوها من عناصر التنظيم الإرهابي. بعد 50 يوما من انطلاق عمليات غضب الفرات والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان نجاح قوات سوريا الديمقراطية في تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابية. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في الحيين الثاني والثالث في مدينة الطبقة وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل، تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على مدينة الطبقة بالكامل. وبدأت القوات بتمشيط الحي الأول وأجزاء من الحي الثاني وسد الفرات الاستراتيجي بالتزامن مع الهدوء الحذر الذي يسود المدينة، حيث تجرى عمليات التمشيط للتأكد من خلو المدينة من عناصر تنظيم داعش. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية وهي مجموعة من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة تنظيم داعش في الطبقة منذ أسابيع قبل مهاجمة معاقل المتشددين في الرقة، حيث تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من ريفي الرقة الشمالية والغربية بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها بمساندة برية من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. السيطرة على سد الفرات كانت الهدف الأساسي للقوات السورية والتحالف الدولي بعد بدء المرحلة الثالثة من معركة استعادة الرقة، ولكن الطريق للمدينة كان مفخخا ومليئا بالمخاطر بعد ادعاء تنظيم داعش إمكانية انهيار السد قريبا، وهو ما نفته قوات سوريا الديمقراطية مؤكدة سلامة السد وحرص القوات التي تقاتل داعش على حمايته. ولازلنا في سياق المعارك بسوريا، حيث لقي عناصر بالجيش السوري مصرعهم خلال اشتباكات مع الفصائل المسلحة في حي أو محور حي القابون عند أطراف العاصمة الشرقية. كانت قوات الجيش السوري تمكنت من التقدم في الحي واستعادت السيطرة على محطة الكهرباء الواقعة عند الأطراف الشمالية الشرقية. يأتي هذا فيما رصدت الولايات المتحدة جائزة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على زعيم جبهة النصرة الإرهابية. صرح قائد شرطة الاتحادية العراقية أن فرقة الرد السريع تتوغل في المداخل الشمالية لحي الاقتصاديين لمحاصرة دفاعات تنظيم داعش بعشرات الآليات المدرعة. وتم نشر مئات من عناصر كتيبة القتال الليلي على أعلى المباني والمنازل في نفس الحي، بالإضافة إلى مقتل العشرات من المتطرفين مع تدمير 12 آلية مسلحة وخمس سيارات مفخخة وثلاثة مواضع للرشاشات الأحادية وموقعين آخرين للمؤن والذخيرة. لقي أربعة من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، فيما دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في جبهة السلان، حيث استخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. استهدف طيران التحالف العربي معسكرا لقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في جبل عطان، ما نتج عنه دوي انفجار هز أرجاء العاصمة صنعاء. تمكن خفر السواحل الليبي من اعتراض مركب تكدس فيه نحو 500 مهاجر من بينهم 277 مغربيا قبالة مدينة سبراتا، وكانوا يريدون التوجه إلى إيطاليا. وقد تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية قبل ترحيلهم إلى مراكز احتجاز في العاصمة الليبية. وبحسب ما أفاد مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإنه يوجد حاليا في ليبيا ما بين 7000 و8000 مهاجر في 20 مركز احتجاز. الآن مشاهدين، مع إطلالة علوية على محافظة المنوفية بكاميرا أونلايف الخاصة.
نشرتنا مشاهدينا ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. قتلى وجرحى في زلزال عنيف ضرب شمال غربي الصين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل تقديم الأخبار. اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن في اتصال هاتفي على أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية هو هدف مشترك. وأكد المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي يون يونغ تشان أن كوريا الشمالية بحاجة إلى وقف الاستفزازات قبل أن يتم حل التوترات حول نشر نظام مضاد للصواريخ بالجنوب. أضافت شان أن الرئيسين اتفقا على أنه يتعين على جميع الأطراف العمل لتخفيف حدة التوتر حول برنامج الأسلحة الكوري الشمالية. أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أنها أنشأت وحدة خاصة مخصصة لتقييم التهديد النووي الكوري الشمالي. يأتي إنشاء هذه الوحدة الخاصة في وقت قد تجري فيه كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة من شأنها زيادة التوتر في شرق آسيا. وقال جوناثان ليو المتحدث باسم الوكالة إن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة تتطور، ويجب على وكالة المخابرات المركزية أيضا أن تتقدم لاستجابة لهذا الوضع. نادت النائبة العامة في فنزويلا باللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين اعتقلوا في موجة الاحتجاجات التي خلفت 38 قتيلا منذ مطلع شهر أبريل الماضي. وذكر مكتب النائبة العامة في بيان أن الدستور يكفل محاكمة المدنيين أمام محاكم عادية. والنائبة العامة لويزا أورتيغا هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد أدانت اعتقالات تعسفية حدثت خلال هذه التظاهرات. كانت أورتيغا قد عبرت أيضا عن معارضتها لقرار المحكمة العليا بتولي صلاحية البرلمان. في خبر عاجل، المتحدث العسكري يعلن مقتل 4 تكفيريين على يد قوات الجيش الثالث الميداني وتدمير عربة نقل وضبط عربة نقل أخرى محملة بطن من المواد المتفجرة. قالت الشرطة البريطانية إنه تم توجيه الاتهام لثلاث نساء من لندن بالاعداد لعمل إرهابي والتآمر للقتل. وقالت شرطة العاصمة إن السيدات الثلاث سيتم عرضهن على المحكمة اليوم الخميس. كانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت السيدات الثلاث الشهر الماضي. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن 8 أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال شدته بلغت 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ بشمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن 11 شخصا أصيبوا أيضا جراء هذا الزلزال. وقد ذكرت وكالة شينخوا أن جدران بعض المباني تشققت أو انهارت، فيما لا زال يجري إحصاء لعدد الضحايا. قالت وسائل إعلام أمريكية إن إيران اختبرت توربيدا فائق السرعة في مضيق هرمز الممر الحيوي لمعظم نفط العالم. وتنظر وزارة الدفاع الأمريكية إلى التحركات العسكرية الإيرانية وتطويرها لأسلحة جديدة بشيء من الريبة والغضب. يكثر الحديث في الآونة الأخيرة بخصوص إيران التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث قوة سلاح البحرية فيما يتعلق بالسفن البحرية والمركز الخامس من حيث قوة أسطول غواصاتها. الكمية الكبيرة التي تمتلكها إيران من الزوارق الخفيفة والسريعة تمثل تهديدا قويا للمصالح الأمريكية والخليجية بمنطقة الخليج العربي لإمكانية تفخيخها وتحريكها لضرب السفن التجارية أو حتى البوارج العسكرية.
ويبدو أن إيران تحقق تقدما في أسلحتها، وهذا ما يشعر به مسؤول البنتاغون، حيث يقول مسؤول الدفاع الأمريكيون أن إيران قد اختبرت توربيدا فائق السرعة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لمعظم نفط العالم وفقا لما ذكرته فوكس نيوز. ويعتقد أن توربيدات هوت لديها نظام توجيه متطور ومجموعه من 6 أميال، ومن المرجح أن يختبر هذا التمرين الأخير سرعة السلاح. ويستخدم الصاروخ تحت الماء الذي يقال إنه على غرار توربيد كاجفال الروسي فائق السرعة للوصول إلى سرعات تصل إلى 250 ميلا في الساعة، أي 4 مرات أسرع من التوربيدات التقليدية. ويذكر أن إيران قد اختبرت توربيدات قوية وكان آخرها في فبراير من عام 2015. الآن مشاهدينا يحين موعد الجولة الاقتصادية، ولدينا فيها البورصة وختام تعاملات هذا الأسبوع مع ولاء غانم. صباح الخير ولاء، وأهلا بك وإليك التفاصيل. شكرا حساني، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان حقق إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعات خطة العام 2017، وأهمها مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط وكذا المشروعات الخدمية المختلفة. وقال مدبولي أنه يجرى تنفيذ وطرح 41,000 وحدة على مساحة 1,000 فدان بتكلفة 1 مليار جنيه، منها 23,000 وحدة بالمرحلة الأولى، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 93%. استعرض وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة دياء الألمانية توماس رابون مشروعات وأنشطة الشركة في الدلتا والبحر المتوسط وخليج السويس لتنمية وإنتاج البترول والغاز وخططها الاستثمارية المستهدفة في هذا المجال. وأكد الوزير التعاون المثمر مع الشركة لإنتاج الغاز لأول مرة من حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق، التي تساهم فيها الشركة الألمانية مع شركة بي بي البريطانية المشغل الرئيسي للمشروع. وأضاف أنه تابع مع وفد الشركة الألمانية خططها لتنمية وإنتاج الغاز من المرحلة الثانية لحقول دسوق بدلتا النيل البرية. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة يقوم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية لتحضير بعثة تجارية للإمارات ل15 سيدة أعمال مصرية من المشاركات بمشروع أنا رائدة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برواد الأعمال الذين تم تدريبهم من خلال مجلس التدريب والمقرر سفرهم إلى الإمارات، فضلا عن رواد الأعمال الذين تم رعاية مشروعاتهم من خلال المشروع المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقرر سفرهم إلى برلين يوليو المقبل. سيطر التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات وسط حركة شرائية للمستثمرين المصريين واتجاه بيعي سيطر على تعاملات العرب والأجانب. وانخفض مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 0.3%، كما تراجع مؤشر اي جي اكس 20 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وهبط كذلك مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%. طبعا مينا بشرى من هناك من مقر البورصة المصرية ليطلعنا على أسباب هذا الهبوط الجماعي في منتصف الجلسة. إليك مينا، تفضل. مساء الخير ولاء. منذ مستهل التعاملات اخر جلسات هذا الاسبوع وهناك قوه بيعيه من قبل المستثمرين العرب والاجانب دفعت بها المؤشرات ومؤشرات البورصه نحو المنطقه الحمراء. خلال الساعه الاولى من تعاملات اليوم كان الاتجاه تراجعا شبه جماعيا، حيث كان المؤشر السبعيني مستقرا وحيدا داخل المنطقه الخضراء، ولكن خلال منتصف تعاملات اليوم عاد المؤشر السبعيني مره اخرى الى التراجع ليسيطر التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع. المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 متراجع بمقدار 0.36% ومسجلا 12,946 نقطة نتيجة للقوى البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين العرب والأجانب والتراجع شبه الجماعي
للأسهم القيادية كان عامل ضغط أيضا على أداء المؤشرات وتحديدا المؤشر الرأسي. المؤشر السبعيني نتيجة أيضا لتحول عمليات صغار المتعاملين من العمليات الشرائية إلى العمليات البيعية، تراجع المؤشر السبعيني خلال منتصف التعاملات بمقدار 0.05% ليصل المؤشر إلى مستوى 591 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بمقدار 0.11% ليصل المؤشر إلى مستوى 1367 نقطة حتى هذه اللحظة. أيضا إذا تحدثنا عن مستوى السيولة اليوم، فعلى الرغم أن الجلستين الماضيتين عادت السيولة إلى طبيعتها مرة أخرى، ما رأيناه بالأمس وأول من أمس من حيث ارتفاع السيولة التي تتجاوز مستوى المليار جنيه، ولكن خلال تعاملات اليوم هناك تراجع نسبي في مستوى السيولة، فحتى هذه اللحظة خلال منتصف التعاملات وصلت السيولة إلى مستوى 390 مليون جنيها، وذلك من خلال التعامل على قرابة 84 مليون سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها حتى هذه اللحظة بما يتجاوز 12,000 عملية. شكرا لك مينا بشرى على كل هذه التفاصيل، وشكرا لكم مشاهدينا ايضا، الشكر موصول لكم، ومره اخرى الى بسمه وحساني لاستكمال النشر، اليكما. اشكرك اذن ولغنم هذه التفاصيل في جوله الاقتصاد. تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة رئيس جامعة جنوب الوادي باب الترشح لرئاسة جامعات القاهرة وبني سويف وطنطا. وللمزيد مشاهدينا تنضم إلينا من جامعة القاهرة مراسلة أونلايف لمياء حمدين. لمياء، بداية أهلا بك، ماذا لديك الآن بعد إغلاق اللجنة المنوط بها اختيار القيادات الجامعية؟ مساء الخير عليك بسمة وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. أتحدث إليكم الآن من أمام جامعة القاهرة، حيث أغلقت لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي باب الترشح لرئاسة جامعات القاهرة وبني سويف وطنطا. واليوم سيتم الإعلان في تمام الساعة 4 عن قائمة المتقدمين، وهناك أيضا جدول زمني حددته اللجنة، حيث من المقرر كما ذكرت أنه الإعلان اليوم في تمام الرابعة على أن تتلقى الطعون يومي السبت والأحد القادمين. أيضا من المقرر أن تعلن القائمة النهائية بعد عقد اجتماع لجنة الفحص على الطعون التي تقدمت بها المترشحون يوم الاثنين 15 مايو، وبعدها يعقد اجتماع لجنة الفحص وتسليم نماذج التقييم يوم الثلاثاء 16 مايو، ويبدأ عرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير طيب. النهائية يوم الخميس القادم 18 مايو. طيب لمياء، من ضمن الأسماء المرشحة هل هناك اسم معين مرجح للفوز بهذه الانتخابات؟ بالتواصل مع يعني أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الموضوع مغلق تماما، لا يسمح بمعرفة أي أسماء حتى الآن، وكما ذكرت لك منذ قليل أنه سيتم الإعلان بشكل مباشر ورسمي في تمام الرابعة مساء اليوم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسلة أونلايف لمياء حمدين، كنت معنا من أمام جامعة القاهرة. وعن الجامعات أيضا، هناك جامعة مهمة جدا هي جامعة أسيوط وجامعة الأزهر، أيضا تقع في محافظة مهمة في قلب الصعيد، هي محافظة أسيوط، وهذه إطلالة حول هذه المحافظة.
ومن محافظة يسوط نعود مرة أخرى إلى استديو الأخبار. ونذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير، بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. جولة الأخبار مهمة الآن، ويبدو أن كونغرس الفيفا لديه تعديلات مهمة وأخبار في البحرين، سوف نتناول هذا الموضوع وأيضا أخبار الرياضة الأخرى مع شيماء الكرد. أهلا بك شيماء. أهلا بك حساني. أهلا بك بسمة، شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه الجولة الرياضية القصيرة من الحدث الأبرز ومحط أنظار كل المهتمين بكرة القدم في العالم، والذي يقام في العاصمة البحرينية المنامة الآن، وهو الاجتماع 67 لكونغرس الفيفا. هذا وقد صدق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة 2026، وزادت مقاعد قارة أوروبا إلى 16 مقعدا بدلا من 13، وارتفعت حصة أفريقيا من 5 إلى 9 مقاعد مقابل 8 مقاعد لآسيا و6 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وهو نفس رصيد قارة أمريكا الجنوبية من المقاعد، فيما حصل أوقيانوسيا على مقعد واحد. رفض الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة حسام البدري خوض مباراة ودية في 24 من مايو الجاري أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني بالإمارات، وجاء رفض الأهلي المشاركة في هذه المباراة لأن موعدها غير مناسب، خاصة أن الأهلي سيخوض لقاء في 23 من الشهر الجاري أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، ثم يواجه المقص في الدوري في 29. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي يرحب بخوض لقاءة ودية مع أندية عالمية بشرط أن تكون مواعيدها مناسبة. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زانكو الزامبية بحضور 5000 مشجع فقط وفقاً للموافقات الأمنية، وهو ما سيلتزم به الأهلي في إطار التزامه بالتعليمات الأمنية. ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وزانكو في 7 مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. رفض مجلس إدارة نادي الزمالك تسليم ملف المستندات الخاص بتظلمه على عقوبات الانسحاب أمام المقص لاتحاد الكرة، وأرسله مباشرة إلى المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات حتى لا يطلع مسؤول الجبلاية على مستندات القلعة البيضاء التي يعتمد عليها لإعادة المباراة. وكان اتحاد الكرة قد قرر خصم 3 نقاط من فريق الزمالك واعتباره مهزوما بعد انسحابه أمام المقص في الجولة 23 من الدوري لعدم التوجه إلى الملعب وخوض المباراة. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن القضايا المرفوعة ضد اتحاد الكرة قائمة، مشددا على أن العلاقة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة هي علاقة شخصية بعيدا عن مصالح النادي. وحذر رئيس الزمالك من تواجد الألتراس في محيط ملعب برج العرب الجمعة المقبل خلال مواجهة الزمالك أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، وذلك بدوري أبطال أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ماتش ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله 9 مساء في استاد برج العرب، والامن طبعا احنا اتفقنا معاه يوم طبعا الزمالك وكابسي زيمبابوي وكابسي يونايتد زيمبابوي 9 بالليل ان شاء الله. احنا اتفقنا التزمنا ان يبقى في 5000 تذكره، التذاكر سافرت اسكندريه النهارده، تتختم من الاموال العامه، تتختم من مديريه شباب ورياضه. إن شاء الله من بكرة الصبح الساعة 9 هتكون منافذ توزيع في 3 منافذ في استاد اسكندرية. مفيش حد ياخد أكتر من تذكرة عشان عدد محدود. بنصح الألتراس إن هم ما يروحوش الماتش علشان القانون الرياضة طلع وتصدق عليه، وهو مش واخدين بالهم يكونوا في إيه. القانون بيقول أول ما يقول أنا ألتراس بس يقول 3 سنين سجن. ده انذار للبنوك بمنع التعامل مع هاني ابو ريده واتحاد. مش احنا اللي بنبيع، مش احنا اللي بنجعجع على الفاضي، لكن هاني ابو ريده صاحبي قابلته في حفل بطوله عربيه، رحت مديله 200 في وشه، عارف رديت له 100 في وشه؟ انت هتطلع تهيج وتقول شوف البلطجي، هذا بلطجي، تمام؟ ولما بص وحضنته شوف الراجل اللي بيتصارع.
شارك حازم إمام لاعب نادي الزمالك وقائده السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي في المباراة الودية العالمية التي أقيمت بين نجوم العالم وأفريقيا وأوروبا على هامش اجتماعات الكاف والفيفا بالبحرين. وشهدت المباراة الودية مشاركة عدد من نجوم الكرة على رأسهم البرازيلي رونالدينهو والأسطورة ديجو مارادونا وكافو والكولومبي كارلوس فالديراما. كما شارك أيضا في هذه المباراة السويسري إنفانينتو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة ساعدته لإقامة الفيفا مثل تلك المباريات المدية قبل كونغرس الفيفا من أجل إشاعة أجواء احتفالية والتأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية بين الجميع قبل أي اجتماع. أعتقد دي أول مرة فيفا يعمل مع إنفنتينو الشكل ده، اللي هو يبقى ماتشات فان كده قبل الكونغرس بكرة. دايما بيبقى في ماتش واحد كبير، لكن بص عملوا على فرق كل قاره مع بعض، حلو ولذيذ، والاجواء انت شايف عامله ازاي، ملتقى للنجوم كلها، كل واحد بيلعب ومبسوط. يعني روح حلوه اعتقد، يعني انا محظوظ ان انا جيت النهارده. في الرياضه بتكسر الحده او تكسر ان انت مش عارف بعض لسه، فبتبقى الامور انا شايفها حدث كويس النهارده، الناس كلها مبسوطه. في جدول اعمال طبعا، في حاجات هو بقى هيتكلم عن تطوير كره القدم، عن اعتقد عن الامور الماديه برضو في الفتره الجايه هيشتغل ازاي، هيعمل ايه في زي ما قلت لك قبل كده الكاس العالم خلاص بقى 48 9.5 الافريقيا. يعني بص بسيط بسرعه على جدول الاعمال كده، بس في طويل يعني هنقعد في فتره كبيره بكره. أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال تواجده في البحرين، أكد على أن كل الاتحادات الأفريقية كانت داعمة للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، وأن هذا النجاح سيعود على مصر ويحافظ على ريادتها الرياضية. هو كان دايما الكاف هو اللي كان بيعمل دايما الماتشات، لكن عشان يتعمل كونجرس فيفا كل القرارات مع بعض ويجي مجموعه من اللعيبه. حقيقه مستر جاني انفانتينو من يوم ما جه بدا يجمع مجموعه اللعيبه اللي قدامه، وعمل ليجندز ذا فيفا، عمل لهم كوميتي، عمل لهم لجنه في الفيفا. كل الاتحادات الافريقيه كانت داعمه للمهندس هاني، ونتمنى ان هو الفتره جايه عنده يعني شغل كتير جدا 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 عشان يقدر يعني يفضل محافظ على الثقه دي. الدور علينا كلنا، لازم نثبت ان مصر دايما ثابته ومستقره وقويه قدام الاتحادات الافريقيه، ويكون احنا دايما نبدا بنفسنا. بس انا احب اكلمك عن نقطه، ان كل الاغلب اللي انت شايفهم النهارده في الملعب دول ما عدا مجموعه الليجندز من اللعيبه السابقين، هم من الديليجيشنز يعني من الوفود الرسميه، يعني فيهم رؤساء اتحادات ورؤساء قارات. فالحقيقه يعني تقليد جميل عمله مستر جاني، رغم ان هو لعيب مش كويس يعني الحقيقه، اداؤه خدت بالي اداؤه غير مرضي، اداؤه غير مرضي. وانا ان شاء الله يعني ان شاء الله بنوعد جماهير القاره الافريقيه ان انا المره الجايه، وانت عارف كالوشا هو الكوتش. اوروبيا، واصل فريق ريال مدريد الاسباني عقدته لجاره المدريدي اتلتيكو بدوري ابطال اوروبا بعدما تاهل على حسابه للمباراه النهائيه لمسابقه الانديه الابرز بالعالم رغم الهزيمه التي تعرض لها امامه، وذلك بهدفين لهدف في مباراه اياب الدور النصف النهائي التي جرت على ملعب في سنتي كالدرون ليستفيد الملكي من فوزه على ملعبه ذهابا بثلاثيه نظيفه. كاد اتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا تاريخيه بعدما افتتح ربع الساعه الاولى من عمر اللقاء تسجيل هدفين عبر ساول نيغويز وغريزمان من ضربة جزاء، لكن المتألق إيسكو قتل أحلام أروخي بلانكوس بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ليصبح الريال أول فريق في تاريخ البطولة يقصي نفس الخصم لأربعة مواسم على التوالي، وبذلك يضرب حامل لقب البطولة موعدا ناريا مع يوفنتوس الإيطالي في النهائي الذي سيقام في 3 يونيو المقبل بمدينة كارديف الويلزية. وفي الدوري الاوروبي يوروب ليج يحل فريق سيلتا فيغو الاسباني اليوم ضيفا على مانشستر يونايتد الانجليزي على ملعب اولد ترافورد في اياب دوري نصف النهائي من المسابقه. ويسعى الشياطين الحمر بقياده البرتغالي جوزيه مورينهو يسعى لتحقيق النتيجه التي تمكنهم من المرور الى نهائي البطوله، حيث ان الحصول على هذا اللقب سيجعله يشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل دون النظر الى موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي. يذكر ان مانشستر يونايتد حقق الفوز في مباراه الذهاب باسبانيا بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد.
وقبل مباراة الليلة دافع سبيشال وان جوزي مورينهو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مغامرة التركيز على بطولة الدوري الأوروبي، مما أدى لخسارته أمام أرسنال في الدوري، وبذلك ليتمكن من التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. الموقف ببساطة هو أننا لعبنا 17 مباراة في 7 أسابيع ب16 لاعبا فقط، وهذا شيء مستحيل، وما فعلته لم يكن مقامرة ولكنه كان قرارا بسيطا اتخذته بعقلانية. وفي حالة عدم تأهلنا لدوري أبطال أوروبا فذلك يرجع لأننا لسنا جيدين بالقدر الكافي لخوض تلك المسابقة. دائما أنظر للأمور بصورة عملية، فبطولة أبطال أوروبا تبقى دائما برونقها الذي يتناسب مع كيان النادي إلى جانب العائد المادي لها وما تمثله البطولة لي شخصيا وللاعبين، ولكن إذا لم نتواجد في البطولة فذلك يعود إلى أننا لسنا بالجودة التي تتيح لنا الاشتراك فيها. وفي مواجهة نصف النهائية الأخرى يحل فريق أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم ضيفا على ليون الفرنسي في ملعب أولمبيك ليون بارك في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ويسعى أياكس لتأكيد أحقيته في التأهل لنهائي المسابقة بعد تحقيق فوز كبير في لقاء الذهاب بنتيجة 4 أهداف لهدف، بينما يأمل ليون في تحقيق المعجزة وصنع ريمونتادا ب5 أهداف نظيفة حتى يتمكن من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي. إلى هنا مشاهدينا نختتم هذه الجولة الرياضية القصيرة، نعود مرة أخرى إلى حسني وبسمة، إليكما. شكرا لك كنت على هذه التفاصيل كثيرة في جملة أخبار الرياضة. ننتقل معكم الآن مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. That we all know is called interim. And interim is a way to address the urgent issues without creating a permanent president. The only ones who have actually so far succeeded in creating real partitions, hoping that there would be تأثير is ISIS. هو داعش. وجميعنا نعلم رأينا في ذلك. من رويترز. ماذا يخص التصاعد؟ وما هو الاتفاق حول هذه الجوانب؟ السؤال التالي، أعلم أن كان هناك صفقة، متى ستكون الإعلان الأول عنها؟ أتمنى أقدر تحديدك فيما يخص التطبيق العملي. أنا أعتقد أن واحد من القضايا التي تجعلني مهتما بذلك، نحن متفائلون، يجب أن أقول ذلك، ولكني سأكون أكثر تفاؤلا في الفرص إذا كنا حذرين ألا نعلن في وصف في منتصف الليل أن كل شيء سيحدث، فإذا حدث شيء كذلك فإن هذا يقلل من شرعية العملية. هناك 40 يوما، هناك أيضا منهج احترافي منضبط للوصول إلى هذه الأهداف، وهذا يتطلب مشاورات والتي هي تحدث بالفعل والتي تحتاج إلى نقاط تحقق ورقابة أيضا. أيضا نحن ندعم هذه المناقشات
لأننا لدينا الكثير من الخبرات في ذلك. فيما يخص النقطة الثانية، أعتقد أن النقاشات كانت بناءة والتي توافق البعض فيها على بعض النقاط. هناك العديد من الأنواع وهناك العديد من الأطراف التي سعيدة بالخاتمة والنهاية. لذا ما أستطيع أن أقول له، أعتقد أن العملية الآن أسرع مما توقعت. هذا جيد، وهذا أيضا له علاقة بالنقاشات الخاصة بالجانب الإنساني والتي أنتجت الكثير من التعاون والتفاصيل، وهذا أيضا ناتج من تفاعل الأمم المتحدة في ذلك. لقد ساعدنا أيضا في العراق وأفغانستان والكثير من البلدان. السؤال الأخير، لا السؤال الأخير هو لك، آسف. بعد ذلك سيحين دورك. شكرا، آسف لم أرك. آسف، السؤال باللغة الفرنسية، السؤال باللغة الفرنسية en ce qui concerne Genève, est-ce que il y a un changement dans la forme? Les meetings sont toujours comme avant, ou bien il y a quelque chose face à face, ou les participants sont toujours les mêmes, ou il y a quelque chose, quelqu'un de nouveau? Merci. Sur la première question, je ne vais pas vous répondre pour le moment, franchement, parce que si vous lisez le mémorandum, vous l'avez sans doute lu. Et de ça, c'est ce qu'on a vu sur le papier sur lequel les trois garantes, qui avaient évidemment consulté les deux côtés qui étaient présentes, l'opposition et le gouvernement syrien. Et je ne l'ai pas vu lever leurs mains agressivement contre ça. Il y a eu une réaction de quelques-uns vis-à-vis un des garantes, mais pas sur le papier en tant que tel. Mais je ne vais pas donc, je m'excuse, rentrer. إذن من جنيف مباشرة، وكان هذا المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، والحديث حول ما جاء بعد مؤتمر أستانا 4 وكيف أن الحال يسير الآن. وقال أن الدول الضامنة هي التي تستطيع فرض تطبيق التهدئة والهدنة التي يطرحها الكثيرون. تحدث أيضا على أن هذا يحتاج إلى نقاط للتحقيق، وهذا نهج مستمر لمحاولة الوصول إلى حل للأزمة السورية القائمة. طورت المهندسة آيات عبد الحميد الباحثة بمعهد البحوث الإلكترونية من تصميم عصا إلكترونية للمكفوفين مما يساهم في تحديد المعوقات أمامهم لمسافة 4 أمتار. في التقرير التالي مشاهدين معلومات أكثر عن هذه العصا الإلكترونية. عن طريق الهندسة العكسية، توصل معهد بحوث الإلكترونيات لأول مرة في مصر والشرق الأوسط لعصا ذكية للمكفوفين بحساسات لكشف معوقات الطرق أمامهم، وذلك بدلا من العصا التقليدية القديمة. عملت عصا للمكفوفين عشان تقدر تساعدهم ان هم يقدروا يمشوا بدون مساعدة حد. بتقدر تقول لهم على العقبات اللي قدامهم لحد 4 متر، بيقدروا يسمعوا الكلام ده في الايرفون. وحطينا كمان فاسيلتي فيها ان هو لو نسيها مثلا في البيت بتاعه، في المطبخ، في اوضه النوم او كده، يقدر يلاقيها عن طريق ريموت صغير هيحطه في ميدالية المفاتيح بتاعته، يدوس على الريموت لحد هتفضل تزمر لحد ما يروح لها المكان اللي هي فيه. وكمان حاطين فيها في الايد بتاعتها فايبريشن موتور، علشان هو لو في مكان زحمه او حاجه وما قدرش يسمع المسج اللي جاي له في الايرفون، يقدر يحس ان في حاجه قدامه، وبالتالي ياخد اكشن يقف، يقدر بعد كده يركز شويه يسمعه مع ان الصوت عالي. بس احنا قلنا يعني نحط كذا اوبشن تساعده ان هو يقدر يشوف يتعرف على الحاجه اللي قدامه بسهوله يعني. واكشف تقرير للوكاله الدوليه للوقايه من العمى ان هناك 37 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى، منهم ما يتجاوز المليون في مصر،
وتعمل آيات في تقليل وزن العصا ليصل أقل من 450 جراما لو تم تصنيعها من البلاستيك بدلا من المعدن. اللي أنا شايفاه إن في مصر هنا عصا المكفوفين عبارة عن عصا ما فيهاش أي سنسور، ما فيهاش أي حاجة، هو مجرد بس بيمشي بيخبط بيها علشان يشوف الحاجة، يعني عشان يحس بالحاجة اللي قدامه، بس ما يعرفش ان الحاجة اللي قدامه دي ممكن تكون خطر، ممكن تكون حفرة، ممكن تكون سلم يقوم متزحلق. ولن يتجاوز سعر العصا الإلكترونية 1200 جنيه، ويتم كشف العقبات أمام المكفوفين لمسافة 4 أمتار خلال 39 ملي من الثانية، ويتم إرسال رسائل صوتية تحذيرية، وأضيفت لها لأول مرة عالميا خاصية اهتزاز الموتور في يد المكفوف عند الكشف عن أي عقبة. مشاهدين، إلى هنا تنتهي هذه الجولة الإخبارية. يبقى أن نذكر المشاهدين بأهم ما جاء فيها من عناوين. انطلاق المؤتمر الدولي حول الصومال بلندن بمشاركة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل. بوتين يبحث اليوم مع عباس في روسيا تطورات القضية الفلسطينية. وبكين وسول يتفقان على أن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ هو هدف مشترك. إذن مشاهدينا نصل إلى الختام. أشكرك وشكرا لكم وإلى ملتقى.